ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انت عارف كان في زمان مصطلح كده يتقال على السجائر، يقول لك الدخان، ازمه الدخان في مصر، ازمه السجائر والتبغ وما الى ذلك. ما حدش يقدر ينكر ان في ازمه. الانواع المختلفه مش موجوده، ولو موجوده تباع على استحياء، وان وجدت يعني ده لو باسعارها الحقيقيه الطبيعيه الرسميه، فان وجدت في اماكن تانيه بوفره تجد انه الاسعار غير طبيعية على الاطلاق، على الاطلاق. انا ادعو الكل يعني ان محدش يدخن، يعني اتمنى ان الكل يقلع عن التدخين، لكن في النهاية هي شيء موجود، صناعة موجودة، وهناك مدخنين لديهم ازمة حقيقية في ده. بقالنا اسابيع طويلة، انا اظن اكتر من 8-9-10 اسابيع دلوقتي او يزيد لو انا فكر كويس، يعني في ازمة. طيب ايه حل الازمه؟ ده كان سؤال مهم جدا. ايه حل الازمه؟ هل الازمه عند تجار خدوا قرار ان هم يستغلوا الوضع ويخبوا هذه الانواع المختلفه، محليه كانت او مستورده كانت، يخبوها ويطلعوها باسعار غاليه جدا وبالتالي يدوها لصغار التجار اللي هو الاكشاك والمحلات وما الى ذلك، فالتاجر هو كمان يجي يقول لك ما انا واخدها بالغالي وببيع بالغالي؟ حاجه مهزله بصراحه. ولا انه الازمه في انه يبقى في تبغ كافي وبالتالي أوامر توريد؟ هقول لك إنه رئيس الوزراء وجه بزيادة أوامر التوريد للمواد الخام بالشركة الشرقية للدخان. معنا على التليفون هاني بيك أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان. أهلا 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 أهلا، إزي حضرتك؟ إزيك هاني بي، عامل إيه؟ إيه الأحوال؟ والله تمام الحمد لله، ما عدا طبعا الوضع اللي احنا فيه ده اللي احنا مستغربينه جدا في الشركه، لكن غير كده ان شاء الله تمام، والشركه في احسن حال، والوضع احنا عندنا نقدر نقول من ناحيتنا احنا ملتزمين بالكميات اللي بنطلعها، لكن في بعض الممارسات الخارجيه اللي احنا اللي خارجه بره ايدينا. زي ايه؟ اليوم كميات والتزامنا، والحقيقه اتفقنا من امبارح ان احنا هنطلع كميات اكثر حوالي 20% زياده لضخاء في السوق. البضاعه بتاعتنا احنا زي ما بنقول بقالي 5 سنين في الشركه، ومتعود كل سنه انه مش يعني متعودين في يونيو من كل عام انه بيبقى في تصور ان في زياده ضريبيه هتحصل مع الثلاث اماكن في واحد طبعا. التجار كوضع طبيعي يبداوا ياخدوا كميات بيخزنوها علشان لو في اي زيادات سعريه تبدا يستفيدوا منها. يكسب الدبل هو على طول. ده صحيح، وده كان الحقيقه كان دايما بتتم في حدود معقوله، يعني كنا دايما بنتكلم في جنيه 2 جنيه 3 جنيه بالكثير، وده كان بالكثير بالنسبه لنا. لكن كنا احنا كمان قصادها بنتحكم في الكميات اللي بتطلع بحيث انه ما نساعدش على عمليات تربح زياده للغير رسميه. يعني السنه دي حصل حاجه غريبه، احنا ما نعرفش يعني فجاه كده لقينا السحب ابتدى يزيد قوي، ابتدت الاسعار تطلع بطريقه غير طبيعيه. ثالث مع ارقام ما تصدقهاش، يعني احنا سعرنا الرسمي من اول مارس اللي فات 24 جنيه لكل علبه 20 سيجاره. ومن مارس ابريل مايو واحنا ماشيين في الحدود دي، جينا في بدايه يونيو من نص يونيو وابتدت الاسعار تنط ل 24، دي بقت 27 28 وصلت 30 32، واحنا مش فاهمين احنا بنضغط جت كل يوم. دي وصلت في بعض الاحوال ل 58 جنيه. سمعنا الارقام دي يا فندم، عشان كده بقول الارقام كانت تزايد مستمر، في حين ان الشهر يعني تصرف مش بيقص، فبالتالي الاسعار بتزيد بقى اهم. هاني بيه معلش انا اسف، الخط بيقطع جامد جدا، هستاذنك نغير بس كده المكان بحيث ان انا اضمن جوده الشبكه والكلام، انت عارف ده كلام مهم قوي جدا خالص. هاني بيه بالمناسبه رجل غير مدخن. انا الحقيقه بقول انا غير مدخن، لكن في نفس الوقت احنا مجلس الاداره غير مدخن احسن واعلى ارقام ونتائج في تاريخ الشركه. صحيح. ويعني كل سنه كانت بتبقى افضل من اللي قبلها بكتير، واحنا الحقيقه يعني حتى السنه دي عندنا يعني ارقام محترمه جدا،
وقربنا نعلنها بمناسبه نهايه السنه الماليه بتاعتنا طبعا. فالحقيقه احنا طبعا بنقول غير مدخنين، لكن عندنا خبراء الدخان احسن خبراء الدخان في العالم، مسؤولين عن التوليفه، بدليل ان المنتج بتاعنا اللي بيطلع كل يوم المستهلك متمسك بيه ومش عايز يغيره من جودته ومن اهميته، فبالتالي نقدر نقول لمجموعه الدخان اللي عندنا او خبراء الدخان اللي عندنا مفكرين على حسكم على المنتج المصري الجامد القوي اللي يعني بتدفع فيه سعر ثمنه وما زال عليه خناقه وعليه طلب شديد. امتى هتنتهي الخناقه وازاي؟ احنا من ناحيتنا الموضوع هو متشعب يا فندم. من ناحيه الشركه احنا اتفقنا ان احنا هنزود الكميات. الجهات الرقابيه الحقيقه عامله شغل كويس قوي ومحترم جدا، وبصراحه يعني اللي حصل خلال الاسبوع اللي فات او الاسبوع العشر ايام اللي فاتوا يدل على انه فعلا في ناس مهتميه بالمستهلك المصري، بتاخد بالها منه، بتحرص على وجود السلعه بطريقه جيده.